سلام الله عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد اللطيف سعيد. النهارده ان شاء الله هيكون فيديو جديد من كورس الربح من الانترنت او كورس العمل على الانترنت. وفي النهارده ان شاء الله في الكورس ده هشرح ان انت ازاي تقدر تركب قالب بلوجر، وكمان ازاي انت تقدر تحمل قالب بلوجر مجانيه. وكمان في الفيديو ده النهارده ان شاء الله هستعرض ان انت ازاي تقدر تحمل قوالب بلوجر قانونيه 100%، تمام؟ وقوالب بلوجر احترافيه كمان، هم 6 قوالب او اكتر مش عارف الصراحه. بس عموما يعني في البدايه وقبل اي شيء اتمنى ان انت ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناه وفعل الجرس، مهم جدا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان دايما يوصلك اشعار لما انا انزل فيديو جديد. بجانب برده ما تنسوناش باللايك يا شباب. تعال بقى نروح الموضوع على طول عشان ما اطولش في الفيديو. في الموضوع ده ان شاء الله زي ما قلت لكم هقول لكم ان انتوا ازاي تقدر تحملوا قوالب بلوجر مجانيه وقانونيه 100%، تمام؟ فاول شيء عموما احنا هنتجه، هتلاقي عندك كافه لينكات القوالب دي تحت في الوصف، مهم جدا انت تروح لها، تمام؟ كافه لينكات القوالب دي في الموضوع اللي في الوصف، في الموضوع اللي في الوصف تخش هتلاقي كافه اللينكات جوا. عموما هنا في موقع بيكاليا ده، ولا مش عارف اتصل لحد دلوقتي، موقع بيكاليا يعتبر موقع معروف جدا من انت تقدر تحمل قوالب بلوجر او ووردبريس او خدمات اخرى يعني للمصممين العرب. عموما دي كافه القوالب اللي انا هتلاقيها عندك تحت. في قالب اسمه نونا، قالب متعدد الاستخدام، عندك روعه، عندك قالب مثلا قالب بلوجر متكامل، قالب بلوجر المدونات التقنيه، قالب مميز، وعندك قالب سمارتيك ده ولا اسمه. عموما في قوالب كتير جدا، اختار القالب اللي انت عايزه. هتلاقيها قلت لك عندك كافه اللينكات في الوصف. ومع ان في يعني في معلومه مهمه جدا، القوالب دي كلها يعني قانونيه، يعني مش هديك قالب غير قانوني، لا القالب دي كلها قانونية، والمصممين نفسهم برمجين القوالب دول نفسهم هم اللي رفعوه على الموقع ده واتاحوه للعامة بالمجان. فانت استغل الفرصة وحمل القالب. في حاجة تانية برضه عايز اقول لك عليها، ويفضل ان انت فعلا تستخدم قالب مدفوع. يعني انا عن نفسي صراحة افضل جدا ان انت تخش عندك هنا مثلا في قوالب، هتلاقي عندك قوالب بلوجر. يعني لو انت عندك هنا جيت على القوالب بلوجر، انا مش بعمل لهم اعلان والله، بس انا فعلا شاري من عليه قالب واللي بستخدمه في الوقت الحالي. فانت عندك القوالب سعرها تقريبا لا يزيد عن 10 دولار، يعني مثلا قوالب بلوجر 10 10 10 10 10، في قالب عندك ب5 ب5 دولار. يعني انت ما تفكرش ان انت تستخدم قالب مثلا مسروق او متعدل عليه، ويفضل ان انت تستخدم قالب مدفوع. ليه؟ لان هتلاقي حاجة يعني هتلاقي ليه مميزات كتير جدا، اولهم الدعم. طبعا لو حصل عندك اي مشكلة صاحب القالب بيجي يحلها لك، التحديثات، الاضافات، المميزات، حاجات كتير جدا، والشكل والمظهر، حاجات كتير جدا بتلاقيها مميزة في القالب المدفوع. فانا اشجعك ان انت تشتري قالب لنفسك بدل ما انت تروح تستخدم قالب غيرك او قالب مسروق او قالب متعدل عليه، برضو كاحتراما لمجهود الناس دي اللي هي بتقدمه وبتعمل قالب عربي كويس ببرمجه كويسه وبشكل كويس، تمام؟ فعموما انت اختار القالب اللي يعجبك وشوف القالب الانسب ليك واشتريه لو حبيت يعني. بس هنا برضو في متاح قوالب مجانيه، فعموما انا هنا هفتح حساب مجاني، تمام؟ مهم جدا ان انت تفتح حساب مجاني، بعد كده تدوس على احصل. ساعه ما تيجي تدوس على احصل، طبعا ممكن تدوس عرض مباشر تشوفه الاول. لو تيجي تدوس على عرض مباشر ده هيكون عندك القالب ومميزاته بكل حاجه، تمام؟ انا عموما شفت القالب عجبني، لا لا لا، اروح جاي مثلا عليه ومحمله، اروح جاي مثلا على احصل، وهنا دفع بواسطه رصيد اللي هو 0 دولار لان مش محتاج اي شيء. ساعه ما ادوس على عندي هنا على دفع بواسطه رصيد 0 دولار هتلاقي عندي فتح معايا وبيقول لي ان انا اقوم بالتحميل. طبعا عندي قوالب تانية اللي هو قالب معرض اعمال، اللي هو مثلا ده قالب ان انا كنت يعني استخدمته في فتره من الفترات، يعني ان هو زي قالب شخصي عرض اعمال وخلافه. ده قالب تاني سمارتك برضو تقدر انت تستخدمه، مثلا ادوس عليه على تحميل. ساعة ما ادوس على تحميل هيحمل معايا بشكل مباشر، اروح جاي دايس على تنزيل وهنتظر لحد اما يحمل معايا. طبعا بعد الانتهاء من التحميل هيكون عندي بالشكل ده، فاروح جاي هنا دايس على كليك يمين، اروح جاي فكك الضغط من عليه، هلاقي جوه ضغط تاني هلاقي عندي ده التمبلت او اللي هو الملف او الاكواد الخاصة او هو ده القالب بشكل عام. عموما هو مش هتفتح معاك بالشكل ده، فانت هتعمل ايه؟ هتتجه بقى لصفحة بلوجر الخاصة بيك. اول حاجة هتعملها تروح على المظهر، ومن المظهر هتروح جاي هنا عندك على طبعا في عندك هنا اكتر من حاجة. يعني انا عن نفسي افضل جدا ان انت تستخدم قوالب بلوجر العادية، بس انت طبعا محتاج الاحترافية، فتروح جاي هنا على نسخ احتياطي او استعادة، وتروح هنا بيقول لك تحميل مظهر
من محرك البحث مثلا كمثال، انت تقدر هنا ان انت تختار القالب، يعني هتدوس مرة تانية، هتيجي هنا عندك على نفس ان نسخ احتياطي استعادة، وهتيجي عندك طبعا هنا تقدر ان انت تحمل او تعمل نسخ احتياطية من القالب الحالي عندك، او ترفع واحد على طول، فتيجي هنا عندك تروح جاي مختار الملف ده. طبعا دي طريقة، في طرق تانية هستعرضها كده. عندي انا رفعت القالب، لو انا جيت عملت على عرض المدونة هلاقي عندي ان القالب اتحمل وشغال. بطريقة سهلة جدا ان انت تقدر تركب اي قالب. طبعا هتلاقي عندك بقى في بعض اللخبطة، طب ده ليه؟ ده بسبب التخطيط. لو احنا جينا عندي على التخطيط اللي هو بقى من خلاله ان انت تقدر تعدل على المنظر الخارجي في المدونة ده، يعني مثلا كمثال انا هنا عندي تقريبا كل حاجة، يعني الصفحة الامامية كمثال، لو انا جيت مثلا على كريزي نت، شايفين انتوا الصفحة الامامية الخاص بالمدونة عندي ده لو الفتح يعني، تمام؟ شايفين انتوا عندي بالشكل ده اللي هو التعديل والاعلانات والاعلان والكلام ده كله، والاعلان اللي ظاهر ده وكل حاجة تقريبا، كل ده بيعتمد على اللي هو التخطيط، او في التخطيط ده انا اقدر اعدل على الواجهه الاماميه دي بالكامل. طبعا ده على حسب نوع القالب، لان يعني في قوالب بتحتاج ان انت تخش عندك على جوه التصميم نفسه عشان تعدله. فعموما ده التخطيط الخاص بالقالب. جميل. طيب نيجي بعد كده بقى للحاجه اللي بعديه، وهو ايه؟ وهو التعديل. انا عندي هنا اللي هو مثلا بيقول لي فيديوهات، ده انا مش محتاجها، ده اللوجو، الادس عندك متقسم هنا. طيب همسح كل حاجة عشان انا عملها على نظافة. ابلاغ عن اساءة استخدام، حذف من انا، اروح جاي عليه حذف. جميل. كل شيء، بحث عن هذه المدونة الالكترونية، حذف. مثلا ارشيف المدونة الالكترونية برضو حذف. جميل. هبتدي بقى ان انت تظبط بقى الموقع حسب استخدامك وحسب يعني الشكل اللي انت عايزه. طبعا هنا بعد ما انا حذفت كل شيء، جميل، كالصفحات والسوشيال واللوجو والادز بانر والحاجات دي كلها، تمام، كلها هنعمل ايه كالاتي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنروح على اللهم صل على النبي. طبعا يعني في حاجه مهمه جدا برضو لازم اقول لك عليها. لو انا جيت هنا مثلا استعرضت عرض المدونة، لو انا مثلا جيت استعرضت عرض المدونة بالشكل ده، هلاقي ان انا عندي اساسا ان مفيش مواضيع، فهيكون عنده شكل وحش جدا. يعني ليه؟ لان انا ما عنديش اي مواضيع. فطبعا مع الوقت او التعديلات دي كلها ان شاء الله هتكلم عنها لما احنا نيجي نكتب مواضيع، اللي هو تعديل القالب. بس احنا هنا تعرفنا ان انت ازاي تقدر تضيف قالب عندك على المدونة. بس في بقى تعديلات تانية اللي هي مثلا كأن انت تضيف الميتاج والحاجات دي كلها، اللي ان شاء الله هشرحها في فيديو جاي، تمام؟ يعني الفيديو بالكامل ده بيعتمد على النقطة دي فقط، ان انت تحمل قوالب وتضيفها. ان شاء الله بقى في الفيديو الجاي هتكلم عن بجانب برضو، هشرح ان انت ازاي تقدر تكتب مقالة صحيحة او موضوع بشكل كويس يتناسب مع جوجل ومحركات البحث الاخرى.